مازي يوه. عمو بحرير الحمد لله على سلامتي. وينك يا خبيص؟ غاطس لك يومين؟ طلعت البر أنا والحديدة وفريت فيها فر. مجنون أنت وكذا يا عمو بحرير. خلخل عظامي حديت غمار قابل من نفر حمام وتر الحمام سلام ليونا سلام يا ليت. اي اي انتبه انتبه حفرة المطاف انتبه انتبه راحت المساعدات. اه الحقيني يا المزيونة. خير يا الحديدة وش فيك؟ آه حاسة بدوخة. هاو لا يكون تلخبطت عليك الزيوت ولا يبيلك وزنيات. هذا خبيص الله يهديه ما خلى مطب ما نط فوقه ولا حفرة ما نزلني فيها، ويا ريته يهدي شوي إلا دائما ناكلها وإحنا مسرعين. خلخل عظامي وكسر مساعداتي ماني قادرة أتحرك. ولا يهمك هذا بحريس جاء أكيد بيكلم خبيص. أوه يا والله ذا النشبة أبو حريص الحين أخاف ينتبه للطرقع في الحديد. خلني أخذها للخنبيقة ويضبطها سريع سريع. عبدو يا عبدو خنبيقة أطلع من ذي الحفرة يا أخي. تعال تعال بيك تعال تعال تعال. أيوة يا أخي رقيتنا يا أخي بيس مالك. اسمع يا خنبيقة الحديدة يبي لها شوية تزبيطات، في صوت طقطقة وفي حوسة بالخط وفي في الكفر الأمامي صوت، بس يعني بعطيك المفتاح وبنقز ربع ساعة وبرجع. تكفى 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 خنبيقة. كيف كيف؟ تعال هنا أقول لك تعال. كيف حوسها وطقطقها وطرقعها؟ يا أخي أكيد تشتي لها صيانة عشان يشيكوا على المساعدات والعكوز يا أخي. وطاير لبنشر السعادة أنت وجهك وخبرها على مين؟ وأخرتها تقول لي صيانة. يا أخي أنا أكون أفهم يا أخي، أنا أغير زيت، فلتر، أرقع كفر، أغير كفر، أرصص كفر، مساعدات عكوز هذه يبغى لها صيانة بلدها، لو تشتيني أجرب أهندس لك فيها بكيفك عاد. خلاص خلاص الحين بمشي حالي بدا. وبعدين وش فيها يعني لو فيه مساعد مكسور؟ في ثلاثة غيره يا أخي. تمشي حالك كيف؟ لازم تغير المساعدات، كن افهم الكفرات ما تمسك معك في الطريق والسيارة بتحوس منك وما راح تقدر تتحكم فيها خصوصا لما تفرمل، إلا لو تشتي تقبع في عامود لا قدر الله كلها للصيانة قني كلك أحسن ما يكلها على شيول. خلاص خلاص ما لنا غير صيانة بلدها. تفضل استريح في صالة الانتظار لحد ما تجهز السيارة. مشكور مشكور يا باش مهندس. ما شاء الله عليهم الشباب مهندسين وفاهمين. آه كنا فين وصلنا فين. مبسوطة يا الحديدة. كيف خبيص معك ولا؟ انتبه انتبه وي مطب دوبنا خارجين من الصيانة. بركة أخذوا بشويش أول مرة يسويها. سبحان مغير الأحوال أشوفك تسوق بشويش. أفا يا بحريس يبيني يخرب المساعدات والعكوز. الحديدة تستاهل كل الدلع. الله يخليك يا خبيص. تويوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. هلا والله وش رايكم بالفلة والمغامرات والحركات؟ ها يا خبيص رقيتنا الله يرقاك. مالك يا أخي كن افهم زر السنكرايب هنا والشير هنا واللايك هنا وهنا الحلقة الماضية وهنا الحلقة الجاية. فهمت ولا كيف يا خبيص؟